وجه السيد عبد الملك الحوثي كلمة تخللت فعاليات المسيرة الجماهيرية والتي تم الحشد لها اليوم في باب اليمن بالعاصمة صنعاء. وفي مستهل حديثه تطرق السيد عن أهمية الاستذكار للأحداث الهامة التي بقيت آثارها وامتدت نتائجها حتى يومنا هذا. في هذا اليوم يستذكر شعبنا اليمني العزيز من واقع مظلوميته الكبرى ومعاناته واضطهاده وما يواجهه في تصديه لقوى الشر والطغيان التي تستهدفه في حياته ووجوده. يستذكر اليوم ثورة عظيمة ويوما مجيدا، ويستلهم من التاريخ الإسلامي صفحة بيضاء. يستذكر حدثا عظيما مهما بقيت آثاره وامتدت نتائجه على مدى الزمان حتى اليوم. رائد تلك الثورة وقائدها هو عظيم من أعلام الأمة الإسلامية ونجم من نجوم الهداية، ذلكم هو الإمام الثائر الشهيد زيد ابن علي زين العابدين ابن سبط رسول الله الإمام الحسين ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وابن علي أمير المؤمنين عليهم السلام. الإمام زيد عليه السلام سطر لكل الأجيال المتعاقبة بقوله والفعل، بتضحيته والعطاء، بدمه وبروحه وبموقفه، صدر للأمة درسا عظيما ومهما في المجد وفي الإباء وفي العزة وفي الحرية، درسا تحتاجه الأمة لتستفيد منه روحا وعزما وبصيرة في مواجهة التحديات والأخطار، في مواجهة قوى الشر والإجرام والطغيان إلى يوم القيامة. وأكد السيد أن الظلم وأعوانهم من علماء السوء وطلاب الدنيا يسيئون إلى الإسلام ويشوهون صورته الناصعة التي سطرها النبي صلى الله عليه وسلم والأخيار من الأمة. والذين يظلمون ويحسبون ظلمهم على الإسلام ويرتكبون أبشع الجرائم ويفسدون في الأرض هم يسيئون إلى الإسلام، وهم يقدمون أكبر الإساءة ويشوهون عظمة الإسلام وقيمه النبيلة. كما أن من يتصورون أن الإسلام مجرد عبادات محدودة روحية ليس فيه أي شيء يمت بصلة إلى كرامة الإنسان وحرية الإنسان وسعادة الإنسان وصلاح الحياة، هم أيضا يحملون نظرة مغلوطة إلى الإسلام وينظرون إليه كشيء لا جدوى له، لا قيمة له، لا أثر له، لا في الإنسان ولا في الحياة. أما الحقيقة التي عبر عنها الإسلام في قرآنه، عبر عنها الأنبياء على مدى التاريخ بكله، وعبر عنها السائرون في درب الأنبياء من المقتدين بهم والناهجين نهجهم والمهتدين بهم، فإن من أساس رسالات الله سبحانه وتعالى هو إقامة العدل في الحياة. كما أكد السيد إلى أن الله سبحانه وتعالى بعث أنبياءه بكل الشرائع الزكية الطاهرة التي لا تعطي الظالم شرعية، الشرائع التي تحرم الركون إلى الظلمة والتي تحذر من منابع الظلم. الله سبحانه وتعالى أكد في كتابه الكريم ألا شرعية دينية أبدا في الحكم والسلطة للظالمين الجائرين المستكبرين الطغاة، فقال تعالى لا ينال عهد الظالمين. وهكذا نجد في آيات كثيرة تحذر من الظالمين، تلعن الظالمين، تتخذ موقفا حاسما يجب أن يتبناه من ينتمي إلى هذا الإسلام
من يتثقف بثقافة القرآن، من ينهج نهج نبي الإسلام ويقتدي به، أن يحمل هذه الروحية، أن يتبنى هذا الموقف، أن يسلك هذا الطريق في الموقف الحازم والصارم من الظالمين، وأن يعي حقوق الجائرين والظالمين والطغاة والمستكبرين خطورتهم في واقع الحياة وما يمسون به واقع الحياة من شر وظلم وإفساد وطغيان وتخريب لسعادة الإنسان ولواقع الحياة. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الميل للجائرين والطغاة والظالمين المفسدين، والمناصرة لهم والوقوف بصفهم من أكبر الذنوب وأعظم الجرائم التي تسبب سخط الله تعالى. إن منبع الظلم ومنبع الجور ومنبع الفساد ومنبع الطغيان في هذه الأمة الذي أوصلها إلى ما وصلت إليه بواقعها الذي نراه ونحس به ونعيشه، منبع ذلك كله هم فئتان: حكام وسلاطين الجور وعلماء السوء. كما أشار السيد إلى أن حكام الجور والظلم يعمدون إلى تدجين الأمة بطريقة لا تبت إلى الدين الإسلامي بصلة، كما عمدوا إلى تزييف المفاهيم الأخلاقية والدينية. يعمد حكام الجور وتعمد الحكومات المتسلطة المتجبرة إلى تدجين الأمة بكل الوسائل، بالتثقيف المزيف المحرف للمفاهيم الدينية، وأيضا بالقهر والإذلال والتسلط والجبروت. ولذلك نرى اليوم مع كل الحكومات الجائرة والمستبدون الطغاة المفسدون في الأمة من أمراء أو ملوك أو غيرهم، نرى إلى جانبهم على الدوام علماء سوء يفتون لصالحهم، يضللون الأمة لصالحهم، يعملون على تزييف مفاهيم الدين لصالحهم. في بلدنا اليمن هذا واضح، وفي غير اليمن وصولا إلى فلسطين شعوب أخرى، ترى كل أشكال الظلم، أبشع أنواع الظلم، الجرائم التي لا يساويها غيرها في كل العالم، ومع ذلك ترى الكثير لا يبالي. المسألة عادية جدا، تصبح حتى الخيانة، الخيانة لشعوبك، الخيانة لأمتك، الخيانة لوطنك، الخيانة بكل أشكالها تصبح وجهة نظر، تصبح رؤية لدى البعض، فكرة، منهج سياسي، توجه معين. اليوم حين تتحدث عن العدل، عن الحق، عن الخير، عن مواجهة الظلم، عن مواجهة الفساد، عن مواجهة الغزو والاحتلال، عن الوقوف بوجه المستكبرين، يقول البعض اتركونا لا تدخلوا مسائل الدين في مسائل الحياة أو أمور الحياة. هذه قيم، قيم يحتاجها الإنسان كإنسان، أن يكون حرا، أن ينعم بالعدل، أن ينعم بالخير في هذه الحياة، أن تتحقق له الحرية في هذه الحياة والعزة والكرامة في هذه الحياة. من البديهي أن يحاول الطغاة والمستكبرون والمجرمون في هذا العالم في هذا الزمن وفيما سبقه من الأزمنة أن يقدموا عناوين دائما مخادعة، يعني يصبح غزو البلدان عملية تحرير. اليوم يغزون بلدنا يسمون المسألة عملية تحرير. أن تصبح الخيانة والوقوف مع الأجنبي الذي يحتل بلدك ويقتل شعبك وينتهك عرضك تصبح مسألة الوقوف معه تحت عنوان مقاومة. هذا يحصل عندنا في اليمن، يسمون من يقف مع الغازي المحتل من خارج البلد الجالب لمرتزقة العالم إلى هذا البلد يسمون الوقوف معه ماذا؟ مقاومة. ثم يسمون أو يحملون عناوين كثيرة جدا لمصلحة الشعب اليمني، قتل هذا الشعب بكل الأشكال والأنواع، الاستهداف للمساجد والمدارس والأسواق والأعراس وكل أشكال الحياة تسمى عملية تقديم خدمات للشعب اليمني ومن أجل مصلحة الشعب اليمني. السيد في معرض كلامه أكد أن أهم الأخطار التي تواجه الأمة العربية والإسلامية وبلادنا على وجه الخصوص هي إسرائيل وأمريكا، وأن النظام السعودي وحكام الخليج ليسوا سوى أدوات
بيد النظام الاستكباري العالمي. ومن أهم الأخبار لا شك الخطر الإسرائيلي والأحداث التي يشهدها بلدنا اليمن في أهم أسبابها ودوافعها وتحريكها العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي الذي يركز بكل تركيز على باب المندب، يركز على المنطقة بكلها، على كل المناطق المهمة والحيوية، وعلى كل الجغرافيا الاستراتيجية في المنطقة. اليوم المسألة بكلها هي أمريكا وإسرائيل. النظام السعودي وغيره من الأنظمة هي مجرد أدوات في يد الأمريكي ويد الإسرائيلي. هم خدم، هم عبيد، هم أدوات قذرة، هم عملاء يشتغلون لمصلحة أولئك. استهدافهم لنا هو في هذا الاتجاه، يصب في ضمن هذا التوجه.